Sim, que fan da Balmuja. سلام وينك يا تونس؟ اياك هوعد الشهر وعديناه والثملة وطيرناها وقيت نحكيو فيه الموضوع. نحبك تركز معايا مليح. لا لا لا، من غير ما تغزر للجماهير هذيك بطبيعتها أغلبيتها تحب على مستبد مستنير. وانتي تونس تحب حايد هكا؟ تحب دكتاتور عادل؟ تحب واحد كيما بوك يضربك ويضرب عليك؟ لما حال حكينا فيه ديما نقولك راك مراع سل الدنيا، أما ذوقك في الرجال تعب يسر. لكن على حد علمي انتي تصلحت واللي تطالب بالكرامة المدة الأخرى. أيوة، ما نتصورك شاهية تولي ضحية عنف، والديكتاتورية من أعتى أشكال العنف. الشهر تعدى ولينا وقيت باش نفهم رواحنا وين ماشيين وعلاش ناوين. كان نحبوا نكونوا مواطنين مش غنم يتبعوا الراوي. سامحوني هاي ليما كان نحبوا نكونوا مواطنين مش غنم يتبعوا الراعي وين يمشي هو. شهر واحنا نستناو باش نفهموا ماذا بعد، الى متى باش تدوم الاجراءات الاستثنائيه وتجميع السلطات في يد شخص واحد، وشنو باش يصير بعدها، كيفاش باش يرجع السير العادي للمؤسسات وللدوله، وكيفاش باش تولي هالدوله. والجواب الوحيد اللي عندنا الى حد الان هو قدامكم. الشروق كاتبه سعيد يمدد التدابير الاستثنائيه الى اجل غير مسمى، الخطر الداهم متواصل. وكيف كيف في لو كوتيديان قيس عايد بخولونج لي ميزور اكسيبسيونيل سوسبانس جوسكا نوفيل اوردر، التشويق الى ان ياتي ما يخالف ذلك. انت تعرفهم مليح هذوما تونس، اكا الى ان ياتي ما يخالف ذلك والى اشعار اخر، حاجه كيما تون طلع عليك وهنا بحظه بعضنا. لغه متاع تتليف هذية اللي سماها شوبنهاور بهيم عض قرعه. يعني بالنسبة للسؤال الأول إلى متى، هاو قالك ما نجاوبكش نواصلوا. السؤال الثاني هو ماذا بعد، بابا عزيزي وين ماشيين، والإجابة هي بيدها ما نجاوبكش. تحب خارطة الطريق برا الكتاب الجغرافيا؟ صار انتي وليت هكا به السيد الرئيس. توكي تحكي مع ماكرون تقول له قريبا جدا خارطة الطريق، وكي تحكي معنا نحن تقول لنا براو الكتب بالجغرافيا. هكا معناه هذا اللي عاقدين فيك النوارة. برا قل له تونس، برا قل له انت تحب ماكرون اكثر مني وعاركو بلكش يفيق، خاطر الشهر تعدى ومازلنا ما نعرفوش السيد وين ماشي. الصباح تتسائل تضمن لفظ الى غاية اشعار اخر، اي نوايا للرئيس بعد بلاغ التمديد. والمغرب تحتج بعد التمديد في التدابير الاستثنائية إلى غاية إشعار آخر، أين هي الحكومة؟ هذيك قال لك حكاية فارغة عنا ما نعملوا بها، لا برنامج لا حكومة لا برلمان لا انتخابات، لا يحكي معاك لا يجاوبك أصلا. أعطيني بلاد ديمقراطية واحدة رئيسها لا يعمل حوارات لا ندوات صحفية لا يحكي مع شعبه لا يجاوب حتى سؤال، جوستي طيش له فيديوهات منتيا حاضرة وهو يخطب على العباد في فيسبوك. بربي لوش في عقلك. بربي تونس فسر له اللي مصدقينه كيقول منحبش نولي ديكتاتور، ولكن صوت الأفعال أعلى من صوت الأقوال. فما مثل إنجليزي يقول كان صاحبك منظره كالجرمانة ويمشي كالجرمانة ويعمل كواك كواك كالجرمانة، فالأغلب إلى الظن هو أنه صاحبك جرمانة. سيد الرئيس أرجوك لا تكن جرمانة.